السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم اكسيون، كذلك المشتريات ديالي اللي خديت منها. كما كتشوفوا هاد الاكسيون صراحه لقيت فيها كل شيء، بالاخص لي برودوي ديال لي برودوي كوزميتيك، كذلك لي جيل دوش، الكريمات، كل شيء. كان ماشي بحال في الاسبوع اللي قبل، كنت مشيت لواحد اكسيون ما لقيت فيها حتى شي حاجه، يعني خاويه كليا، حتى حاجه ما كاينه. كاين هاد الانواع ديال الزيت صراحه ما عمرني جربتهم، وغادي نوريكم كذلك المشتريات ديالي اللي خديت. هادو الكريمات ديال اليدين، كاين الجل ديال الويفيرا، كاين هذا فيه ريحه بحال ديال الورد، صراحه ما عمري خديته. خديت الاخر ديال الويفيرا العادي، هو اللي كناخذ دائما، زوين بزاف صراحه، وعنده بزاف ديال الاستعمالات، ضروري يعني خص يكون عند الانسان في الدار، كنحتاجوه في بزاف د الحوايج، يعني ماسك الشعر، ماسك الوجه، في اي حاجه. ممكن كذلك لابو اللي كتكون ناشفه تقدو انكم تدهنوا لابو ديالكم بها، ديروا قبل الواقي ديال الشمس، كيحمي من الشمس بزاف. كاين كذلك هاد الزيت ديال المساج، حتى هو زوين. وهنايا غنمشيو لليدغا، كاين الليدغا حيت اكسيون الاولى اللي قلت لكم كنت مشيت ليها يعني قبل، فاش يلاه يعني صافي قالوا لنا اننا باش نبداو نخرجوا، ما كانوش تقريبا يعني ما كانت حتى شي حاجه، خاويه بزاف، مشيت ما لقيتش بزاف ديال الحوايج ما كاينينش، عكس هذه فيها كل شيء. كاينه صنيدلات ديال الصيف ديال الدار حتى هما رخاصين، كاينين السماطي، كل شيء صراحه كان، والاثمنه مناسبه، اكسيون فيها زعما الثمن مناسب لاي حاجه. مدخلين هاد الحوايج ديال الصيف، كاين هاد الكسيوات حتى هما خفاف ديال الصيف. هاد الفيديو اللي صورت ديال هاد الاسبوع، يعني هاد الشيء اللي كاين في اكسيون هاد الاسبوع، يمكن هما كل 15 في الشهر يمكن كيدخلوا شي حاجه، ما عرفتش بالضبط. مهم هاد الاسبوع هاد الشيء اللي كاين عندهم. بالنسبه للناس غيسولوا اين اكسيون، بالنسبه للناس كيسكنوا في بروكسل، هذه اكسيون ديال اوسيغم اللي في مولامبيك، وكاينين هاد سوفيتمون حتى هما زوينين، الثمن ديالهم رخيص كما كتشوفوا، 2 أورو 3 أورو. هنايا بالنسبه للماعن كاين هاد القريعات ديال الماء كما كتشوفوا، الثمن ديالهم مناسب وزوينين، هادو حتى هما جداد دايرين 8 أورو. وكاينين هادو حتى هما زوينين دايرين 4 أورو. بالنسبه للسيبور ديالهم ما لقيتوش، كنت سولتهم ما كاينش السيبور ديالهم، كيجي زوين يعني تحطي فوقو هذيك القريعه ما كتهرس ما حتى شي حاجه، عكس الا تحطات بوحدها في شي بلاصه يعني تقد طيح ولا شي حاجه. وكاينين حتى هاد الطويسلات حتى هما، يعني جابوا الماعن، جابوا بزاف ديال الحوايج، انا مشيت باش ناخذ غير شي حوايج خصيصا، من بعد ونشارك معكم المشتريات ديالي. وكاينين هادو حتى هما زوينين. دابا نمشيو لبلاصه ديال الديكوراسيون، كاينين هادو اللي كتعلقوا فيهم السنيسلات باش ما يبقاوش يتعقدوا ويتخبلوا، كاينين هادو زوينين كتعلقوا فيهم يعني السنيسلات ديالكم، كذلك هذه ديال السويرت يعني كتعلق في الدار ديروا فيها السويرت، زوينه والثمن ديالها رخيص بزاف. كاين هاد الديكورات، بالنسبه لهذه الكبيره دايره 5 أورو، الصغيره دايره 3 أورو، كيجي الشكل ديالها زوين بزاف. كما كتشوفوا جابوا حتى هاد المرايات ديال 3، كيجيو في الحيط رائعين بزاف، دايرين 6 أورو 95. وكاينين هادو يعني وحده بوحديتها دايره 5 أورو 95،
كما كتشوفوا الشكل ديالهم زوين بزاف. هاد البلاصة خاصة غير بالشمع، كاين هاد الكويسات فاش كيدارو دوك الشميعات الصغار، يعني اي حاجة متعلقة بالشمع كاين هنايا. كاينين كذلك هادو حتى هما كيجيو زوينين، يعني يا اما ديروا فوقهم سوارت اولا ديكور اولا تحطوا فوقهم حتى، كاينين بعض الناس كيديروا فوقهم الحلوى كيجيو حتى هما رائعين، المنظر ديالهم زوين. بالنسبة لشي طباصل كنت مشيت على ودهم ما لقيتهمش، كنت مشيت قبل العيد لواحد اكسيون ولكن لقيتهم سالاو، وجيت لهادي لقيتهم باقي ما دخلهمش، يعني ما كاينينش. هاد الحوايج اللي جداد هما هادو اللي لقيتهم دخلوا، كما كتشوفوا هاد الديكورات كيجيو على هاد الشكل، ومازال لقيتهم مازال كيحطوا في سلعه، يعني مازال يجيبوا شي حاجه جديده. بالنسبه للناس اللي بغاو يمشيو، يعني من الاحسن انكم تمشيو بكري باش ما تشدوش الصف، وكما كتعرفوا دابا الحال سخن. وبالنسبه للناس اللي كيعجبوهم الديكورات الخضرين، جابوا هاد الوريدات صراحه زوينين بزاف، منظر ديالهم رائع وزوينين كما كتشوفوا، وكذلك الثمن ديالهم مناسب بزاف. دابا خواتاتي غادي نوريكم المشتريات ديالي اللي خديت من اكسيون. اول حاجه غنبداو بهذا الماء ديال الكولونيا، زوين بزاف بالنسبه للناس اللي ما عمرهم زعموا انهم يشريو، بحالي انا كنت كندوز حداها يعني ما كنتش كناخذو، واحد النهار قلت غادي نجربو صراحه عجبني بزاف. كما كتشوفوا هذه بقى لي فيها غير شويه، ومنين مشيت المره الاولى ما لقيتوش يعني نهائيا ما بقاش، وهاد المره منين مشيت لهاد اكسيون لقيتهم جابوه، او ضروري ما ناخذها لحقاش الريحه ديالها زوينه. وكما كتشوفوا الناس اللي ما عمرهم زعموا انهم ياخذوها، كنصحكم انكم تاخذوها حيت الريحه ديالها زوينه وخفيفه بالاخص في هذا الصيف. دابا غادي نوريكم هذا الرولر ديال المساج ديال الوجه، كما كتشوفوا هذه راه معروفه، يعني اغلبيه ديال البنات غادي يعرفوها في لي سيت بار انترنيت، كتبع صراحه الثمن ديالها غالي بزاف، ولكن في اكسيون ولا حداكم شي اكسيون اولا بالنسبه للناس اللي في المغرب عندكم عائلاتكم على برا، انصحكم انكم تاخذوها، يعني زوينه بزاف والثمن ديالها جد مناسب، ما وصلش 3 اورو كما كتشوفوا. فيها هاد جوج حجيرات، كاينه هاد الكبيره ديال الوجه وهاد الحجيره الصغيره ديال العينين، زوينه بزاف. بالنسبه مثلا درتو شي زيت اولا درتو شي كريم الوجه، هذه كتساعد بزاف باش داك الكريم يدخل في الوجه مزيان. كما كتشوفوا يعني الماركه ديالها معروفه، وكذلك هذا الرولر معروف بزاف، ننصحكم انكم تاخذوه حيت زوين بزاف. دابا غادي ندوز لاهم حاجه اللي هما هاد لي لانجيت، بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل في المرايه يعني اولا الزاج اولا عندهم بلاكارات بحال هاد الشكل. انا صراحه عندي بلاكارات في الكوزينه بحال هاد الشكل ديال الطبله، يعني مي كديروا غير يدكم ولا شي حاجه كيبقاو دوك الطبايع، صراحه كانوا مكرفسيني، ولكن هادو رائعين بزاف زوينين. كنت المره الاولى خديت باكي وحده وقلت نجربها، ديك المره فاش مشيت لاكسيون يعني ما لقيتش بزاف ديال الحوايج، ولكن هاد لي برودوي ديال نيتواياج لقيتهم، بقيت كنقرا عليهم صراحه. انا في الاول خديت يعني خديت وحده وصافي، قلت غادي نجرب الا عجبتني غادي نزيد مازال، وكذلك غادي نشاركها معكم، ولكن صراحه زوينين. ملي مشيت المره الثانيه خديت دو باكي وحدين اخرين، الثمن ديالهم مرخص ما واصلينش اورو، وزوينين بزاف كيخليو المرايا الصراحة كتشعل، وكذلك بحال الروبيني اي حاجة تدوزو عليهم بهاد لي لانجيت كيبقاو كيبريو زوينين بزاف، انصحكم انكم تاخدوهم صراحة ما غاديش تندمو الا خديتوهم. كما كتشوفو فيها 25، يعني كل باكي فيها 25 لانجيت، والريحة ديالها زوينة، كاينة ديال الحامض وكاينة هادي، هادي كذلك الريحه ديالها صراحه عاديه وزوينه. الاهم انهم كينقيو بالاخص المرايا كينقيوها بزاف، كتبقى صراحه كتبري، نصحكم انكم تاخذوهم. ونمشيو دابا نوريكم لانجيت وحدين اخرين خاصين بالغبره، التلفازه، بيسي، كاع الحوايج اللي ما خصهمش يوصل لهم الماء، هادو زوينين بزاف
هادو شويه كبار تقريبا كيديروا اورو، ماشي بحال الاخرين ناقصين الثمن، ولكن هذه فيها 25 وهذه فيها 80. اصلا الثمن ديالهم يعني رخيص وماشي خساره فيهم، لحقاش كينقيو بزاف وكيحيدوا الغبره. هذه فيها ليلانجيت كبارين، وكما قلت لكم يعني كاع البلايص اللي ما تقدوش انكم تمسحوهم بالماء بامكانكم انكم ديروا هاد ليلانجيت، بحال التلفازه، بحال بيسي، تليفون، لي بلاكار اللي ما تقدوش انكم تدوزوا عليهم بالماء. هادو زوينين بزاف، كنصحكم انكم تاخدوهم. صراحه هاد الحوايج انا مجرباهم، لو كان ما كنتش جربتهم ما غاديش نوريهم لكم، ولا نصحكم انكم تاخدوهم، ولا نقد مثلا غير نوريكم نقول لكم ما تاخدوهمش، راه ماشي مزيانين بلا ما تضيعوا فلوسكم. حيت كاينين بعض الحوايج في اكسيون انا كناخدهم ما كيعجبونيش، وكاين بعض الناس كيشكروهم، انا بالنسبه ليا ما كيعجبونيش كناخدهم، يعني كنلقاهم والو غير ضايع الفلوس وصافي، ما كاين فيه حتى شي حاجه. عكس هادو زوينين، ننصحكم انكم تاخدوهم. راه بزاف ديال الناس منهم انا كنشوف شي حوايج، كما قلت لكم انا اكسيون كنمشي لها غير على الديكورات، على المعان، على لي برودوي كوزميتيك، ما عمري شريت منهم شي حاجه ديال النيتواياج. يعني في حاله اذا سمعت او شفت في شي جروب او لا نصحتني شي اخت انني نشري شي حاجه، عاد كنمشي ناخذها. باش نمشي وناخد غير بوحدي لا، ولكن هاد المره مني ما لقيت حتى شي حاجه خديتهم، وصراحه ما ندمتش مني خديتهم، حيت زوينين بزاف كما كتشوفوا. يعني كما كانوش هادوك لي لانجيت ديال الدجاج زوينين، ما غاديش نعاود ناخذهم. يعني خديت باكي وحده جربتها عجبتني ومشيت خديتها. ودابا غادي ندوزو لواحد الهميزه صراحه لقيتها في اكسيون، هاد لاباري ديال بانيني، لقيتها داري ليها 15 اورو وفيها 6 شهور ديال كارونتي. كما كتشوفوا هاد الماركه راها معروفه ومزيانه والثمن ديالها باين، ولقيتهم في اكسيون داري ليها 15 اورو. بالنسبه للناس اللي بغاو ياخذوا، انا كنت لقيت تما غير ثلاثه هما اللي لقيت بقاو، ما عرفتش واش يلاه كينزلوا اولا ديجا نزلوا ما بقاوش، مهم ما عرفتش. انا صراحه لقيتها وخديتها يعني بلا ما نفكر، حيت الثمن ديالها رخيص بزاف 15 اورو. واخر حاجه جيت نوريكم هاد البرودوي بالنسبه للناس اللي عندهم الحوايج يعني كيطبعوا، بالاخص البويض، حوايج البويض اللي ما كيخرجوش، يعني لا بجافي لا بفانيش لا حتى شي حاجه، هادو زوينين بزاف. انا خديتها يعني ما عرفتش عليها حتى شي حاجه، بانت لي قريت الباكي خديتها جربتها قلت الا كانت مزيانه راه غنقولها لكم، ما كانوش زوين كذلك غنوريكم نقول لكم ما تاخذوهاش. كاين بعض الحوايج كما قلت لكم كناخذهم ما كيصدقوش ليا. هذه زوينه بزاف، كما كتشوفوا فيها خمسة ديال لي ساشي، وهاد لي ساشي يعني كتلوحوها في لا ماشين، ومن بعد ملي كيتصبنوا الحوايج يعني كتولي بحال الثوب، يعني كتبقى يعني باينه وكتولي بحال الثوب، كيذوب هذاك البرودوي اللي فيها. ريحه ديالها زوينه والثمن ديالها رخيص، دايره تقريبا واقيلا ما بين 15 يعني 15 درهم حتى 20 درهم، اورو 50 حتى 2 اورو، ما فايتاش هاد الثمن. زوينه بزاف، كتخرج الحوايج البويض صراحه كيشعلوا. كما قلت لكم الناس اللي كيخرجوا لهم حوايج مطبعين، هادو زوينين بزاف، خدوهم بعينيكم مغمضين. صافي اخواتاتي، هادو هما المشتريات ديالي اللي خديت من اكسيون. نتمنى انني نكون فدتكم ولو بالقليل. الى عجبكم الفيديو بحال ديما ما تنساونيش من لي لايك، وشكرا لكم على المشاهده، واي تساؤل خليه لي في لي كومونتير ان شاء الله نجاوبكم كاملين. شكرا لكم، بسلامه، الى فيديو جديد ان شاء الله.